بكم مشاهدينا الكرام في اخبار السادسه تاتيكم من مركز اخبار قنوات أبوظبي والبدايه بابرز العناوين. رئيس الدوله يستقبل رئيسه المفوضيه الاوروبيه اورسولا فوندرلاين في أبوظبي روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على أراضيها، وحاكم أوديسا يشير إلى تضرر ميناء وصومعة حبوب من جراء ضربات روسية. أهلاً بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله برقيه تهنئه الى فخامه لويس ناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهوريه البرازيل الاتحاديه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين لفخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي ارسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الاوروبية التي تزور الدولة، ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في ابو ظبي برئيسة المفوضية الاوروبية، وبحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الامارات والاتحاد الاوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. كما استعرض سموه والمسؤوله الاوروبيه عددا من القضايا والموضوعات الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشانها وتطرق اللقاء الى مؤتمر الاطراف اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ كوب 28 الذي تستضيفه الدوله نهايه العام الجاري مؤكدين في هذا السياق اهميه تعزيز التعاون الدولي لايجاد حلول فاعله للتحديات العالميه المشتركه والقضايا الملحه وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق اهداف التنميه المستدامه والازدهار الاقتصادي بما يسهم في ايجاد مستقبل افضل للبشريه وفي موضوع اخر استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل وزير الخارجيه معالي نيكوس ساديندياس وزير الدفاع في جمهوريه اليونان جرى خلال اللقاء الذي عقد في ابو ظبي بحث علاقات الصداقه والشراكه الاستراتيجيه بين البلدين وجوانب التعاون المشترك خاصه في المجالات الدفاعيه كما بحثا الاوضاع في المنطقه والقضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشانها ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان بزياره معالي نيكو ساداندياس مؤكدا على عمق علاقات الصداقه والشراكه الاستراتيجيه مع جمهوريه اليونان والحرص على تعزيزها مما يخدم مصالح البلدين المشتركه ويعود بالخير على شعبيهما أرسلت دولة الإمارات سفينة تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ والأمن والسلامة للمساهمة في دعم القطاع الصحي في أوكرانيا وقدمت دولة الإمارات منذ بداية الأزمة في أوكرانيا إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين منها 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال اثنتي عشرة طائرة حتى الآن، تحمل على متنها نحو 714 طنًا من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية. كما أرسلت دولة الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طنا من الإمدادات الإغاثية إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا ونقف الان معكم عند اخر تطورات الازمه الروسيه الاوكرانيه ومستجدات الصراع عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا اعلنت وزاره الدفاع الروسيه صباح اليوم احباط محاوله اوكرانيه لشن هجوم بثلاث طائرات مسيره على اهداف في روسيا دمرت احداها في منطقه موسكو الكبرى واثنتان في مقاطعه روستوف وقالت الوزاره انه تم احباط محاوله شن هجوم بثلاث طائرات مسيره على اهداف في الاراضي الروسيه وفقا لوكاله سبوتنيك الروسيه للانباء وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي دمرت ثلاثة طائرات مسيرة أوكرانية، منها اثنتان فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق منطقة رامسكوي بمنطقة موسكو. قال أولي كبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم من ضربات بطائرات روسية مسيرة ألحقت أضراراً بالبنية التحتية بميناء وصومعة حبوب ومبانٍ إدارية في منطقة إسماعيل بأوديسا. واشار كيبر الى وقوع خسائر في الهجوم الذي يعد الرابع على المنطقه خلال الايام الخمسه الماضيه حيث يوجد بالمنطقه ميناء على نهر الدنوب قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو ينس سولتنبرغ اليوم ان اوكرانيا تحرس تقدما في الهجوم المضاد الذي بداته في يونيو لاستعاده الاراضي التي سيطرت عليها روسيا. واضاف سولتنبيرغ امام النواب في البرلمان الاوروبي ان الاوكرانيين يكسبون اراض تدريجيا مشيرا الى تمكنهم من اختراق الخطوط الدفاعيه للقوات الروسيه وتقدمهم الى الامام على حد قوله هذا ولم يتم التاكد من صحه هذه المعلومات من مصدر مستقل تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 175 مليون دولار إلى كييف في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوكرانيا. وتشمل حزمة المساعدات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية معدات لمساعده قوات الدفاع الجوي الاوكرانيه وذخيره لمنظومه صواريخ هيمارس المتعدده بالاضافه الى ذخيره مدفعيه وتزود الولايات المتحده اوكرانيا بمساعدات عسكريه اكثر من اي حليف اخر قمة المناخ الإفريقية التي تعد أول قمة مناخية تركز على القارة السمراء بهدف مواجهة تحديات المناخ تأتي في إطار مساع دولية وأممية لمواجهة الأزمة يكللها مؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية نوفمبر المقبل التفاصيل نتابعها في هذا التقرير ظواهر مناخية متطرفة تضرب معظم أسقع الأرض ارتفاع لدرجات الحراره غير مسبوق، حرائق واسعه، فيضانات عارمه تقابلها موجات جفاف حاده. تغيرات مناخيه قصوى تنبئ ببدايه الانهيار المناخي كما وصفه الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش الذي اعلن رسميا نهايه فتره الاحتباس الحراري وبدايه عصر الغليان العالمي. غوتيراش المستند إلى حقائق مناخية وإعلان مرصد كوبرنيكوس الأخير بأن صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي كان الأكثر حرا على الإطلاق وسط تحذيرات بتسارع تفجر المناخ بوتيرة أكبر قال إن الوضع الحالي يتطلب زيادة عاجلة في العمل الدولي من أجل إيجاد حلول لتغير المناخ وتجنب أسوأ فوضى مناخية تنبئ كل المؤشرات بأنها على أبواب كرة أرضية تقاوم من أجل تجنب مزيد من الخسائر يجب على جميع البلدان دعم المناخ وتجديد صندوق المناخ الأخضر بالكامل يجب على جميع البلدان ايضا تفعيل صندوق الخسائر والاضرار المقترح في مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين هذا العام كلمة غوتيراش جاءت خلال قمة نيروبي وهي أول قمة تركز على القارة الأفريقية الأكثر تضررا من تداعيات التغير المناخي والأقل إنتاجا للإنبعاثات لا تتجاوز 4% عالميا خلصت في إعلانها إلى الدعوة إلى فرض ضرائب عالمية جديدة لتمويل الإجراءات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ وجمع تمويل للتكيف مع تنامي الظواهر المناخية المتطرفة والحفاظ للحفاظ على الموارد الطبيعيه وتطوير مصادر الطاقه المتجدده خارطة طريق أبرز معالمها التخلص من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 ومضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 كخطوة أولى نحو تخصيص ما لا يقل عن نصف إجمالي تمويل المناخ للتكيف والوفاء بالوعود بتوفير 100 مليار دولار سنويا لمشاريع التنمية للدول الأكثر تضررا تحديات ستكون على طاولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي تستعد دوله الامارات لاستضافته في نوفمبر المقبل. السادسه مستمره معكم وتتابعون فيها بعد قليل. المبعوثه الامريكيه للامم المتحده تزور حدود تشاد مع السودان وتعلن عن حزمه مساعدات اضافيه للاجئين السودانيين. اهلا بكم من جديد وقبل استكمال النشر هذا تذكير بابرز عناوينها. رئيس الدوله يستقبل رئيسه المفوضيه الاوروبيه اورسولا فوندرلاين في أبوظبي روسيا تعلن احباط محاوله هجوم اوكرانيه بطائرات مسيره على اراضيها وحاكم اوديسا يشير الى تضرر ميناء وصومعه حبوب من جراء ضربات روسيه اجتمعت ليندا توماس غرينفيلد المبعوثه الامريكيه لدى الامم المتحده اليوم مع لاجئين سودانيين فروا من المعارك على اثر الازمه السياسيه التي اندلعت في فبراير الماضي، وزار توماس غرينفيلد مستشفى مؤقتا تديره منظمه اطباء بلا حدود يعالج نحو 144 مريضا معظمهم يعانون سوء التغذيه. واضافت ان الولايات المتحده ستقدم مساعدات اضافيه بقيمه 163 مليون دولار وحثت الاخرين على تعزيز دعمهم قالت وكاله الانباء الفرنسيه فرانس بريس ان رئيس الانتقالي في الجابون الجنرال بريس أوليغين جيما اكد ان الرئيس السابق علي بونغو أونديمبا حر في التنقل ويمكنه السفر الى الخارج اذا رغب في ذلك حيث كان بونغو رهن الاقامه الجبريه منذ ان أطاح الجيش به في الثلاثين من اغسطس بعد حكم استمر اربعه عشر عاما وذلك بعد اعلان فوزه بولايه رئاسيه جديده في انتخابات قال القاده العسكريون انها مزوره قالت بلومبيرغ نيوز اليوم نقلاً عن مصادر مطلع: إنّ مجموعة دول العشرين وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي، وأضافت أنّ هذه الخطوة ستمنح التكتل الأفريقي الذي يضم 55 دولة نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد كتب لقادة دول مجموعة العشرين في يونيو الماضي مقترحا بمنح الاتحاد الافريقي عضويه كامله ودائمه خلال القمه المرتقبه في العاصمه الهنديه نيودلهي كما دعت مجموعه العشرين هذا العام تسع دول غير اعضاء في مقدمتها الامارات وبنغلاديش وسنغافوره واسبانيا ونيجيريا ومنظمات دوليه مثل الامم المتحده ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحضور القمة التي تعقد مطلع الأسبوع في نيودلهي هذا وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين في التاسع والعاشر من شهر سبتمبر والتي تحمل شعار أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد وتستكمل الهند الاستعدادات قبل انطلاق القمة التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم وتعول الهند عليها لتسليط الضوء على مقوماتها السياحية وتعزيز صورتها العالمية تواصل الهند استكمال استعداداتها لاستضافة قمة قادة دول مجموعة العشرين والتي ستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري القمة التي تنعقد هذا العام تحمل شعار أرض واحدة عائلة واحدة مستقبل واحد وتسعى إلى التركيز على النمو الاقتصادي العالمي والغذاء والطاقة وتحقيق تقدم في مجالات الصحة والزراعة والتعليم وحشد التمويل للتخفيف من أثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي العالمي وتعزيز مكافحة الجرائم المالية الهند التي تستضيف الحدث تعاول على قمة مجموعة العشرين التي تتألف من أكبر الاقتصادات في العالم بما في ذلك الدول الصناعية وتمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلاثة أرباع التجارة العالمية وتضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم لاستعراض إمكاناتها السياحية وتاريخها الثقافي في الوقت الذي تمثل فيه الدول الأعضاء في المجموعة نحو 70% من إجمالي قطاع السياحة العالمي، فالقطاع السياحي يمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد الهندي ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات، إذ تعتبر الهند واحدة من أهم وجهات السفر السياحية في العالم، بفضل تنوعها الثقافي والطبيعي والتاريخي. وفي إطار هذه الاستعدادات اتخذت سلطته في العاصمة نيودلهي تدابير متعددة لإبراز المقومات السياحية الوطنية. حيث زينت الشوارع بقرابة نصف مليون شجرة فيما نشرت الأعمال الفنية في مختلف أنحاء المدينة للتعريف بالفن وثقافة الهندية أهمية قمة مجموعة العشرين بالنسبة إلى الهند لا تقتصر فقط على التباحث في المواضيع الشائكة على المستويين السياسي والاقتصادي بل تمثل أيضا فرصة للبلد الأكبر في العالم من حيث عدد السكان لتعزيز صورته وحضوره على المسرح العالمي تتجه المكسيك لانتخاب أول رئيسة بعدما رشح كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة سيدتين للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. ورشح الحزب الحاكم عمدة مكسيكو سيتي السابقة كلوديا شنباوم في الانتخابات المقررة في الثاني من يونيو المقبل وذلك وفقا لما أعلنه ائتلاف حركة التجديد الوطنية المؤلف من ثلاثة أحزاب أمس وأعلن تحالف المعارضة الجبهة العريضة للمكسيك الأسبوع الماضي ترشيح السيناتور والمهندسة زوتشيتل جالفيز في الانتخابات الرئاسية وقد تمكنت شيمباوم من التغلب على خمسة منافسين في حزبها لتصبح مرشحة الحزب أطلقت اليابان صباح اليوم صاروخا من طراز H2A يحمل مركبه تابعه لوكاله الفضاء الوطنيه للهبوط على القمر وذلك بعد ان ادت الاحوال الجويه غير المواتيه لتاجيل عمليه الاطلاق ثلاث مرات في غضون اسبوع واحد الشهر الماضي وقالت الوكاله اليابانيه لاستكشاف الفضاء ان الصاروخ انطلق من مركز تاني جاشيما الفضائي في جنوب البلاد كما هو مخطط له، ويحمل الصاروخ مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشاف اليابانية، يطلق عليها اسم مون سنايبر أو قناص القمر، وذلك بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط، ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل. السادسة ما زالت مستمرة معكم وتتابعونا فيها في أخبار الاقتصاد. التداولات العقاريه في ابو ظبي تقفز 150% الى 46 مليار درهم في النصف الاول اهلا بكم من جديد ونصل الان معكم الى المحطه الاقتصاديه اصحابنا فيها الزميل مكتوم محمد مساء الخير يا مكتوم وتفضل اليك الكلمه مساء النور يسرع اهلا بكم مشاهدينا الى الفقره الاقتصاديه في السادسه أهلا بكم قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية قال إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين في تطور وازدهار مستمرين وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال عام 2022 وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومجموعة العشرين ارتفعت بنسبة عشر وأربعة أعشار في المئة لتبلغ نحو 182 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وأوضح معاليه أن رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة بلغ اكثر من 215 مليار دولار بنهايه عام 2021 وبحصه تبلغ 92.5% من الاستثمارات الاماراتيه حول العالم وقعت ادنوك للغاز اتفاقيه بقيمه تتراوح بين مليار و650 مليون الى ملياري درهم مع شركه بترو تشاينا لتوريد الغاز الطبيعي المسال للصين وتؤكد هذه الاتفاقيه على الحضور العالمي المتنامي للشركه لا سيما في اسواق شرق وجنوب اسيا وقال احمد العبري الرئيس التنفيذي لشركه ادنوك للغاز قال ان الاتفاقيه تعزز حضور ادنوك في واحده من اسرع اسواق الغاز نموا في العالم كما ترسخ دورها كمورد للغاز الطبيعي المسال في جميع انحاء وجنوب اسيا والاسواق الاخرى ارتفعت تداولات العقاريه في ابو ظبي بنسبه 150% لتبلغ 46 مليار و330 مليون درهم خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 22 مليار ونصف المليار درهم في الفتره نفسها من العام الماضي وتصدرت جزيره السعديات قائمه التداولات بقيمه ثلاثه مليارات درهم تلتها جزيره ياس في المرتبه الثانيه بتحقيق مليارين و600 مليون درهم. وحلت جزيرة تارين في المرتبة الثالثة بقيمة مليارين واربعمائة مليون درهم وجاءت الجبيل في المرتبة الرابعة بإجمالية مليار ونصف المليار درهم تلتها الشامخة في المرتبة الخامسة بقيمة مليار درهم وارتفعت مبيعات الدار العقارية بنسبة مئة وسبعة عشرة في المئة. وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر مذكرة تفاهم مع صندوق أفريقيا لتسريع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية وتسهم الاتفاقية في تقليص عجز التمويل لمشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعين العام والخاص وتلتزم مصدر باستثمار ملياري دولار في إطار مبادرة التمويل الإماراتية ومن المتوقع أن يضم صندوق أفريقيا إلى هذه المبادرة كشريك استراتيجي الآن مشاهدينا استعراض لإغلاق أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة اليوم حيث ارتفع المؤشران سوق أبو ظبي مرتفع بنحو نصف المئة مغلقا عند مستوى 9659 نقطة مؤشر سوق دبي أيضا مرتفع بنصف في المئة مغلقا عند مستوى 4058 نقطة بالنسبة لأحجام وقيم التداول في سوق العاصمة أبوظبي الأحجام فاقت 192 مليون سهم بقيمة تجاوزت المليار و75 مليون درهم أما في سوق دبي كان حجم التداول عند أكثر من 118 مليون سهم بقيمة تجاوزت 371 مليون درهم أدرج سوق أبو للأوراق المالية شريحة الثانية من سندات شركة طاقة بقيمة مليار ونصف المليار دولار في السوق الثانوية، وتم إصدار السندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار وتستحق عام 2029 كسندات تقليدية بفائدة 4.13%، في حين تم تسعير سعر العشر سنوات بقيمة مليار دولار والمستحقة في 2033 بفائدة 4.6% ويشكل الإدراج في كل من سوق أبو ظبي لندن للسندات غير المضمونة جزءا من برنامج طاقة العالمي للسندات متوسطة الأجل وقال عبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية قال إن إدراج سندات طاقة يعكس الجهود المستمرة لزيادة عدد الإدراجات في سوق أدوات الدين ختام المحطة الاقتصادية شكرا على المتابعة والان عودة الى الزميلة يسرى الصاوي. شكرا مكتوم. ومشاهدينا باخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا معكم الى ختام السادسة شكرا على حسن المتابعة في امان الله.